الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أيها الكرام، لكن يسلينا الآن في هذا المقام أمران اثنان. فالأول أسأل الله أن يبلغهم منازل الشهداء، لأنه أيها الإخوة الحريق شهيد، قالها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه أيها الإخوة أسباب موتة اختناق من جراء اشتعال نار. فأسأل الله أن يبلغهم منازل الشهداء، آمين. صابرين محتسبين حتى يلقوا الله يوم القيامة، آمين. الثاني أخونا أبو فادي عليه رحمة الله، كلكم يعلمه، بلغ ما بلغ من العمر تقريب 70 سنة أو يزيد، كان يأتي إلى المسجد لصلاة الفجر متعكزا، لا تغيب عنه صلاة الفجر. لربما أيها الإخوة الأكارم، أحيانا في بعض الأيام المطر أو شدة البرد أقول لن يحضر، وإذ به يتعكز ويحضر حتى يصلي ورائي. فهذا أيها الإخوة أعظم ما يكون للمرء، أن يلقى الله سبحانه وتعالى وقد صلى معنا العشاء وكان في نيته أن يحضر لصلاة الفجر. هذا أعظم ما يكون من الأجر وعظيم الفضل يوم يلقى الله. أقول لأبنائه، لإخوانه، لأحبائه، احتسبوه عند الله، لعله ترك هذه الدنيا وما عند الله خير وأبقى. فإني داع فأمنوا، اللهم
اجعلهم في عداد الشهداء يا رب العالمين. آمين. اللهم تقبلهم وأكرم نزلهم. آمين. اللهم وسع لهم مدخلهم. آمين. اللهم نور لهم قبورهم. آمين. اللهم ثبتهم عند السؤال. آمين. اللهم ثبتهم عند سؤال الملكان. آمين. اللهم ثبتهم بالقول الثابت يا رحمن. آمين. اللهم ثبتهم بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم يا رب الأرض والسماء اجعلهم في عداد الشهداء. اللهم وسع لهم قبورهم مد البصر واجعلها روضة من رياض الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم كما أرحتهم من هذه الدنيا الفانية فأرحهم في الآخرة الباقية يا رب العالمين. اللهم أرحهم بجنة ونهر عندك يا مليك يا مقتدر. اللهم اغفر وارحم جميع أموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك وارحمنا معهم يا رب العالمين. إذا صرنا إلى ما ساروا إليه تحت التراب وحدنا. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن أختم أمران اثنان، الأول العزاء في قاع الجنداس لمدة 3 أيام، الثاني من كان له حق مرة أخرى أي حق مادي على المتوفى عليه رحمة الله فليراجع أخي أبو سعد وأهله فإنهم لكل حق كفيل بإذن الله تبارك وتعالى. ثم نقول ختاما كما علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء صائر عنده إلى أجل، ألا فلتصبروا ولتحتسبوا ولتقولوا عنكم ما يرضي عنكم ربكم، إنا لله وإنا إليه راجعون. عظم الله أجرنا وأجركم جميعا وجزى الله المخيرين خير الجزاء. يا إخواننا البرد شديد الآن، رفقة بالناس يكون العزاء في قاع الجنداس إن شاء الله. رائد عشان صوته عالي يحكي انه مش تسليم هنا التسليم في القاعة. العزاء في القاعة الجميع. شيخ محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ محمد في هذا المقام شو بتوصل رسالة للناس في فصل الشتاء؟ نعم، شو بتوصل رسالة للناس في فصل الشتاء بالنسبة للصبات وغير الصبات؟ والله هنالك حديث للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها. فهذا الحديث يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الحفاظ على حياة المرء المؤمن هي أعظم المقدسات عند الله. فإن كان الإنسان مشعلاً لنار أو موقدة أو أي آلة تدفئة فإذا بلغ مرحلة النوم فليطفئها مخافة لا قدر الله أن يقع به مكروه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم المرحومين بوسع رحمة الله. أمين يا رب. شكرا شيخ محمد. شكرا جزيلا. شكرا فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. ربك ربك تعلم إنك أنت أعز الأكرم يا رب العالمين. زوج وزوجته ليلة أمس قد نابوا وقد كانت الصبات مشتعلة وتركوها مشتعلة ونابوا وباتوا خنقاً بهذه صوت الغاز فصل الشتاء البارد جداً. نرجو من الناس كل الناس الفقير قبل الغني بأن يطفئوا صبات الغاز قبل النوم، وهذه رسالة قوية لكل الناس. أرجو أن تكون قد وصلت الرسالة في رسالة العزاء الكبير وهذه الفاجعة الكبيرة التي وقع في مخيم جرزون مدينة رام الله. إن الله وإن الله راجعون. الله يرحمه ويسكنه في سعة جناته. أنا معكم من الإعلام عباس زيد والسلام عليكم ورحمة الله.